من اسطنبول ينضم إلي من جديد رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف السوري سيد هيثم المالح، أهلا بك من جديد. إلى أي درجة هذه المذكرة اليوم تتأملون بأن تجدي نفعا بعكس سابقاتها ربما أو ليس في الوقت هذا، يعني مع خاصة بأن تتزامن مع تصريحات شديدة اللهجة دولية فيما يتعلق بهذا التدخل الروسي السافر في سوريا؟ اولا نحمل شهدائنا وشفاء لجرحانا، ونامل من الله النصر في القريب العاجل وتنتهي مأساة الشعب السوري. من حيث المبدا يا سيدتي، نحن علينا ان نقوم بعمل. انا رئيس اللجنه القانونيه، اقدم ما استطيع من عمل قانوني وافند المزاعم الروسيه والمزاعم الايرانيه ومزاعم النظام. قدمنا حتى الان، اذا اتكلم عن صفحات تقريبا 500 صفحه مذكرات الى المنظمات الدوليه، امم متحده، مجلس الامن، اتحاد اوروبي، جامعه عربيه، منظمه التعاون الاسلامي، التعاون الخليجي كله. فالان عندنا مشكله اخرى، هي موضوع ما تتحدثون عنه فيما يتعلق بالطلاب، التغيير الديموغرافي. نحن المذكره الاخيره قدمناها لمجلس الامن وسلمناها لخمس دول دائمه عضويه بما فيها روسيا والصين، و أرسلنا نسخة إلى الاتحاد الأوروبي ونسخة إلى الجامعة العربية ونسخة إلى منظمة التعاون الإسلامي. نعم. في لدينا في هذه المذكرة مطالب متعددة، ولكن أمامنا الحقيقة فرص أخرى. هذه الفرص قد تكون هي التوجه إلى الأمم المتحدة في جنيف، مجلس حقوق الإنسان، وتكون هذه المذكرة هي أساس ادعاء مقبل ضد روسيا وضد إيران فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تشنها روسيا وإيران في داخل سوريا، ومنها التهجير الديموغرافي. التهجير الديموغرافي كما تعلمين هو عبارة عن جريمة حرب بكل معنى الكلمة، وروسيا تدعم ما يسمى البي واي دي، الاكتراد البي واي دي بالشمال شرق سوريا. هؤلاء يقومون بعملية تهجير كبيرة في المنطقة، كذلك النظام فيما يتعلق بالدارية والمعظمية والوعر طبعا، وهذا كان واضح في المذكرة. هذه عبارة عن مجموعة جرائم موثقة، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مسؤولة عنها بالتحديد روسيا والنظام السوري وإيران. طيب سيد، يعني نحن باتجاه أكبر لشيء من هذا القبيل، سنذهب به إلى الأمم المتحدة، وهذه ستكون حقيقة يعني ضربة مش تحت الحزام، مش ضربة صغيرة يعني. فعلى كل الأحوال نحن نمارس، نحن باعتبارنا احنا كما تعلمين نحن تنظيم سياسي نحاول أن نوصل صوت الثورة السورية إلى العالم. صحيح. إلى أي درجة سيعزز من موقفكم هذه المرة ويجعل هذا الصوت أسرع وصوله، خاصة وأنه يترافق مع تنديدات شديدة هذه المرة؟ نتحدث عن وزير خارجية بريطانيا اليوم الذي قال بأن روسيا يمكن أن تصبح دولة منبوذة إذا استمرت بهذه السياسة في سوريا وبهذا القصف الذي يستهدف مدنيين وموظفي إغاثة، والعديد من التصريحات، يعني حتى في اختلافات من قلب الدولة، من داخل الدولة ذاتها، واختلافات بين دول. يعني في تسجيل صوتي لكيري اليوم ظهر يكشف إحباطه من سياسة أوباما بسوريا، ونتحدث أيضا عن روسيا التي اعتبرت بأنه العدوان الأمريكي في سوريا كما اعتبرته روسيا على الحكومة السورية بأنه يعني تغيرات مزلزلة. كل هذا كيف سيؤثر في هذه المذكرة التي تقدمتم بها، وكيف سيعزز من موقفكم؟ هذا يعني ما نقوم فيه من عمل قانوني. نحن صحيح نتحدث سياسيا، ولكن نتحدث سياسيا بقالب قانوني. هذا القالب القانوني معنا كل القرارات الدولية الآن التي صدرت عن مجلس الأمن، عن الأمم المتحدة، عن الجامعة العربية، كلها تؤيد وجهة نظر الشعب السوري، تؤيد الثورة السورية. بالتالي نحن في عندنا مشكلة الآن. يتحدث وزير الخارجية بريطانيا، وشكرا لحديثه، عن اعتبار روسيا دولة منعزلة أو معزولة أو إلى آخره، لكن هناك نظاما سوريا، نظام قاتل في سوريا، نظام بشار أسد، الذي تنكب لكل القرارات بلا استثناء، قرارات الجامعة العربية بداية، ثم قرارات الأمم المتحدة، ثم قرارات مجلس الأمن، رفض تنفيذ أي قرارات، وكان بالسابق يرفض تنفيذ معاهدات دولية. الآن النظام السوري اسمه نظام مارق بالقانون الدولي، النظام السوري نظام مارق،
وما يزال مع الأسف الشديد يحتل مقعدا في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن. نعم. هذه المشكلة، المشكلة ليست روسيا، المشكلة هذا المجتمع يسمى المجتمع الدولي. نعم. الذي لا تسيطر عليه روسيا. صحيح روسيا عضو في مجلس الأمن، إلا أن هناك أعضاء آخرين، هناك الأمم المتحدة كان بالإمكان اتخاذ قرار بطرد الممثل النظام السوري في الأمم المتحدة. نعم. انتهى، سقط النظام، سقطت شرعية نظام بشار أسد بعد الثورة. في أي بلد في العالم القانون الدولي عندما تقوم ثورة تسقط مشروعية النظام؟ نعم. النظام يستمد مشروعيته من الشعب، فإذا الشعب سار على النظام فسقطت الشرعية وبالتالي عادت الشرعية للشعب. نعم. لم يعد بشار أسد يمثل أي شرعية في سوريا، وبالتالي ممثله في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن تمثيل غير صحيح. يجب أن تتخذ الأمم المتحدة ومجلس الأمن قرارا بطرد هذا الممثل. طيب. وكذلك اعتبار أن هذا النظام نظام مارق متنكب للقرارات الدولية، وتمارس الأمم المتحدة مجلس الأمن سلطاتها في مجلس. صحيح. بهذا الصدد وصلت فكرة. انتهى وقتنا، اعذرني. شكرا لك على هذه المشاركة من اسطنبول، رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف السوري سيد هيثم المالح.